بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يقول مولانا في شأن القرآن: هذا هدى للمرجين كبيس أكل الدنيا وثقلين لدو هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم تلمذية يعني ينتظركم نصيبكم المؤمن نصيبهم إكرام وجنة الخلد وأنتم المعارضين لهم والمقابلين لهم في عذاب الأليم صدير شتموا ينترموا قريبلة وزطان يعني شكرا لكن الريسبسيون que vous allez avoir réception au fin fond des tourments de la géhenne de la fournaise والسلام بالتمام والكمال لأمة الإسلام.